دايما نتكلم على صناعه السيارات في مصر، بس كنا بنتكلم على المغرب. حاجة بتقول لي في الفاصل ده احنا عندنا مصانع عربيات، عندنا 18 مصنع عربيات ولا بنجمع؟ بس الكلمه دي بتزعلني. ليه؟ اقول لحضرتك ليه. لا يعني هو انا هقول لك غلط. ليه هقول لك ليه دايما بسمعها يقول لك احنا ما بنصنعش عربيات، ده احنا بنجمع. معلومه ايوه موثقه 100%. ايوه مفيش صناعه سياره 100%. مرسيدس ما بتتصنعش المانيه 100%. نعم. تويوتا ما بتتصنعش يابانيه 100%. كلام غير صحيح. هي مجموعه بيجيب الضفاير مثلا من فرنسا، بيجيب العفشه من سلوفاكيا، بيجيب المساعدين من المانيا. عباره عن مجموعه من الصناعات. السيارات بتتكون من 22,000 جزء. فكلمه تجميع يا جماعه دي كلمه مش عيب. احنا بنجمع السيارات مش حاجه عيب. احنا بنجمع سيارات، عندنا 18 مصنع سيارات. احنا هنا عندنا كيا، عندنا بي واي دي، عندنا نيسان، عندنا مرسيدس، عندنا بي ام، ماركات عظيمه جدا. هو سؤال، لو النهارده بي ام مش شايفه ان الصناعه المصريه دي صناعه محترمه جدا، تعمل لك مصنع هنا؟ كيا مش شايفه ان مصنع وشايفه صناعه وايد مصريه ماهره وشايفه ان الصناعه دي محترمه جدا، هتدي العلامه بتاعتها وتضحي بيها وتصنع من مصر وتدي؟ لا مستحيل طبعا. مرسيدس بجد احنا مرسيدس. وكان فخامه الرئيس على راس الوفد اللي رجع مرسيدس. نعم. يعني اعلى قياده في الدوله. نعم. هي اللي تولت المفاوضه ان مرسيدس ترجع تاني. نعم. مرسيدس كان قدام منها المغرب. ليه سابت المغرب وعلى الرغم ان المغرب فيها صناعه سيارات؟ نعم. النهارده زي ما قلت لحضرتك قلاع في المنطقه الاطلسيه. نعم. على العديد من المصانع. ولكن هم ليهم رؤيه، هم ليهم رؤيه. مصر وضع يختلف. مصر النهارده في الشرق الاوسط وضع يختلف. نعم. فبناء عليه مرسيدس خدت قرار ان هي تيجي مصر وما تروحش المغرب. دي نقطه جوهريه مهمه جدا. الصناعه جزء مهم جدا، ولكن الوقت الحالي هو اهم وقت. ليه؟ العالم كله بيغير جلده. سهل جدا انك تصنع سياره كهربائيه. السياره الكهربائيه ابسط في التكوين جدا من السيارة اللي بتعمل بالنظام الحرق الاحفوري او نظام المحروقات والى اخره. السيارة الكهربائية موضوع الكهرباء. كله رايح للكهرباء. العالم كله بيغير جلده. دايما ادي مثال شهير. نعم. تلفزيون الابيض واسود. نعم. تلفزيون الالوان. السيارة الكهربائية دي هو التلفزيون الالوان. في الوقت الحالي انا شفت خبر من 3 ايام، يعني قد ايه اسعدني، ان 2025 ودايما كنت اقول كده انا عايز اسمع تاريخ انتاج. كله بنقول عايزين نصنع. نعم. ما حدش قال لي رقم محدد. فسمعت دولة رئيس مجلس الوزراء اعلن 2025 في سيارة كهربائية مصرية. احنا بتوع الحتة دي. النهارده لو احنا صنعنا سيارة كهربائية وبكل الانتماء دعمنا هذه الصناعة، مصريين يشتروا السيارة اللي هي الصناعة المصرية، بنوك تدعم السيارة اللي هي الصناعة المصرية، في توجه من الدولة فوكس على السيارة. تروح فرنسا النهاردة تلاقي كل العربيات يا بيجو يا ستروين. في دعم للمنتج الوطني بتاعته. في بالظبط كده. فاحنا عايزين نلتف حول هذا الملف. ملف صناعة السيارات مهم جدا. هو سؤال، ايه حجم تويوتا في اقتصاد اليابان؟ حاجة عملاقة بمليارات. جي ام في امريكا استثمارات بالمليارات، كيا في كوريا استثمارات بالمليارات. قطاع السيارات قطاع مهم جدا جدا. عايزين نزود ايه؟ ودي نقطة مهمة. عايزين نزود مصانع ادوات التغذية. دي مهمة جدا. يعني العربية دي بتتكون من اجزاء كتيرة قوي. ماشي، نصنع نركز في مصانع. انت عندك دلوقتي في شرق بورسعيد اتفات اكبر مصنع في الشرق الاوسط للضفاير الكهربائية. عايزين والعديد. احنا عندنا في شرق بورسعيد عايز زيه وتطوير الفكرة. احنا عندي على مساحة 1,000,000 متر مربع دي مجهزة ان يتعمل اكبر 3 مصانع لتجميع السيارات الكهربائية في شرق بورسعيد. المنطقة دي منطقة مهمة جدا جدا. نعم. شرق بورسعيد ومنطقة العين السخنة. عايزين العديد من المصانع ايه؟ ادوات التغذية زي ضفاير الكهربائية، الدينامو اللي مثلا، التكييف اللي مش ولا اخره من المكونات دي هي اللي بتصنع العربية. تركيزنا في ملف السيارات الكهربائية. اهم من ده بقى ان احنا في الوقت الحالي جاذبين لكل امهات الماركات. يعني اي ماركه النهارده بتيجي بخط انتاجها، تيجي شراكه مصريه عشان نعمل العديد من السيارات، لان هو ده المستقبل. واحنا بنكمل في ده لجورج بيه كمان.